بسيط حتى في بعض الشباب لاحظت قبل ادخل البرنامج انه اذا شخص تاخر في الصلاه ولحق على الركوع يجي على طول يكبر، يجي يسعى من ذا الله اكبر ويركع على طول، هذا خطا. اول شيء تكبر تكبيره الاحرام الله اكبر، بعدها الله اكبر حقه الركوع. فتكبيره الاحرام هي من اركان الصلاه، اذا ما كبرتها غير مقبوله صلاتك. كم تكبيره في الصلاه؟ تكبر اول شيء تكبيره الاحرام، اذا لحقت هو لحق الركعه على الركوع، اذا جيت والامام راكع تكبر اول شيء الله اكبر الله اكبر. فهمت؟ فهمتين. سمعت تقاويل انه اذا مثلا ما يمديك تجمع بتكبيره واحده، هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ سمعت تقاويل خطا تكبيره الاحرام لا، في ناس قالوا تكبيره الاحرام ركن من اركان الصلاه. انا سمعت اقاويل ابيك توضحها يعني. ما ادري والله الاقاويل دي، انا اللي اعرفه هذا يمكن وضح لنا يا ابو حمد. تكبيره الاحرام ركن، اذا ما كبرت كانك ما صليت لانها ركن، يعني ما يجوز انك تجمعها بتكبيره واحده. لا 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 كويس، انا كنت التكبيره الثانيه واجب، والواجب اذا تركته متعمد تبطل صلاتك. ايضا بيض الله وجهك يا ابو وجهك كبير، وذا وبيض الله وجهك يا محمد وجهك كبير. ليش طيب ليه؟ من الاداره اخي حرام والله العظيم. يا سامح عندك شوف الدرس. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الانسان حتى نزل معوذتان فلما نزلت اخذ بهما وترك ما كان يتعوذ ما لا وترك ما سواهما. يعني انتبهوا يا اخوان، يعني لكم المعوذات انت اغروا المعوذة. كرم مشا اسمع خير نسيت المفروض قريه قبل ما ادخل. اذا انت ما مست لازم تقرا، لازم تقرا. والله العظيم والله مبروك كل المروح، والله مبروك كل المروح. وش يقول من راح؟ لا والله كلهم. هذا بعد نبيل ومنير عبد الله ذاك جويلز جويلز